بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وربي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. في هذه المحاضرة سوف تكون يعني هذه محاضرة عملي، سوف نكتب آية على السبورة من المصحف الكريم، ثم نجرد هذه الآية من كل العلامات الموجودة عليها، سواء كانت علامات تحسينية أو علامات قام بها علماء الوقف والابتداء أو نقط إعراب أو نقط إعجام أو شكل أو غيرها، حتى نعيد هذه الآية إلى زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فيتضح لنا بعد تجريد هذه الآية من جميع العلامات التي أضيفت إليها أن القرآن المكتوب أو الموجود بين أيدينا الآن هو نفس القرآن الذي كتب في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام بجميع حروفه دون زيادة أو نقصان. اخترت لكم إخواني آية من سورة الأنعام، الآية 117: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أحبائي، هنا يوجد لدينا مراحل عديدة في عملية ضبط المصاحف. نبتدئ من المرحلة الأخيرة، ثم وهي موضوع العلامات التحسينية وموضوع علماء الوقف والابتداء، فلا بد هنا أن نحذف الدائرة المحلاة التي في وسطها آية، ونحذف وعلامات الأرباع والأحزاب والأجزاء وغيرها إذا كان موجود علامة حزب أو ربع أو جزء، وعلامات الوقف والابتداء مثلا زي كلمة صلة قلة والجيم واللا والميم والوقف الواجب وغيرها. فنبتدئ الآن في هذه الآية، فموجود أمامنا شيئين: الشيء الأول الدائرة المحلاة الموجود بها الرقم، لابد أن نزيلها، رقم واحد، ثم نأتي إلى كلمة صلة ثم نزيلها. طبعا كل آية تختلف عن الآية الأخرى حسب يعني إذا كانت طويلة قصيرة. فنبتدئ بسم الله تعالى في هذه الآية بعملية الإزالة لموضوع الدائرة المحلاة ومن ثم علامة الصلة. فسوف نتوقف قليلا، أزيلها ثم نعود مرة أخرى. إذن أحبائي، في هذه المرحلة الأولى نقوم بإزالة العلامات التحسينية مثل الدائرة المحلاة التي في وسطها آية، وإذا كان هناك علامات للأرباع والأحزاب والأجزاء فنقوم بإزالتها، إضافة إلى العلامات الخاصة التي قام بها علماء الوقف والابتداء مثل الصلة والقلة وغيرها. فهنا أزلت الصلة، وهنا أيضا أحبائي في علامة للصلة الصغرى هنا أيضا تمت إزالتها، فأصبحت الآية بهذا الشكل. طبعا وضعت فاصلة بين بدل من الدائرة المحلاة التي في وسطها آية، حتى نقول أن هذه آخر الآية وبداية آية جديدة. الآن سوف نعود بعد ذلك، نأتي إلى المرحلة الثانية من مراحل ضبط وتحسين علامات المصحف الشريف. سوف أكتب الآية ثم أعود إليكم. طيب أحبائي، الآن نأتي إلى المرحلة وهي مرحلة الخليل ابن أحمد الفراهيدي. ماذا فعل الخليل ابن أحمد الفراهيدي؟ كانت المصاحف في زمن الخليل ابن أحمد الفراهيدي هكذا بهذا الشكل. فهنا أحبائي حذفنا كل شيء تم اختراعه من قبل الخليل ابن أحمد الفراهيدي. ماذا اخترع الخليل؟ اخترع الهمزة، فهنا حذفنا الهمزة، واخترع علامة للشدة، فحذفنا الشدة أيضا. هنا إن ربك، هنا برضو
اخترع الشدة، حذفنا الشدة، واخترع أيضا علامة السكون من رأس بداية كلمة خفيف، واخترع علامة للوصل لهمزة الوصل فأيضا حذفناها. فبتلاحظوا أننا هنا أرجعنا الفتحة إلى نقطة فوق الحرف، والكسرة إلى نقطة تحت الحرف، والضمة إلى نقطة بين يدي الحرف كما تلاحظون، ليست فوقه بالضبط وإنما إلى الجانب الأيمن أو الأيسر أو إلى يعني بين يدي الحرف. إذن أحبائي، هذه الآية كما تلاحظون هذه كانت في زمن الخليل ابن أحمد الفراهيدي. فماذا فعل الخليل ابن أحمد الفراهيدي؟ أخذ هذه الآيات في المصحف الكريم وأجرى عليها التعديلات أو الشكل الذي تم اختراعه، فأصبحت الآيات بهذا الشكل. إذن أصبحت الآيات بهذا الشكل، وهذا الشكل هو الموجود حاليا بين أيدينا في القرآن، في كتابة القرآن الكريم وفي ضبطه، طبعا باستثناء علامات التحسينية وعلامات التي اخترعها علماء الوقف والابتداء. إذن نأتي إلى المرحلة الثالثة وهي الخاصة بنصر ابن عاصم. النقطة الفتحة غير النقطة. ما حكيتش؟ لا. كملها. طيب أحبائي، الآن قلنا إنه أبو الأسود الدؤلي نقطه اللي هو النقط الأحمر الذي كان يخص نقط الإعراب كان عبارة عن الفتحة نقطة حمراء فوق الحرف، والضمة هي نقطة حمراء بين يدي الحرف أو إلى جانب الحرف، والكسرة نقطة حمراء تحت الحرف. فماذا فعلت أنا هنا؟ أبدلت الكسرة هنا إلى نقطة حمراء تحت الحرف، والفتحة نقطة حمراء فوق الحرف، ولو لاحظت هنا الضمة نقطة حمراء بين يدي الحرف أو إلى جانب الحرف، وأزلت هنا الشدة، وأزلت هنا الهمزة اللي هي رأس العين، وأزلت هنا أيضا علامة السكون من رأس كلمة من بداية كلمة خفيف، وأزلت علامة الصلة التي اخترعها الخليل بن أحمد الفراهيدي. ولو كان عندنا هنا علامات تخص الروم والإشمام لا أزلتها، أو علامة تخص المد أيضا كلمة مد الخاصة بالمد اللازم لا كان حذفتها، ولكن لا يوجد من هذه العلامات. فالآن هذه الآية كانت موجودة في زمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، والخليل بن أحمد الفراهيدي أجرى عليها التغييرات الخاصة بشكل الذي اخترعه فأصبحت بهذه الطريقة. طيب أحبائي، الآن نأتي إلى زمن يعني نصر بن عاصم. زمن نصر بن عاصم، وجد نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر العدواني المصاحف منقطة نقط إعجام فقط، نقط إعراب وهو نقط أبي الأسود الدؤلي. فماذا فعل نصر بن عاصم؟ أضاف إليها نقط الإعجام. قلنا نقط الإعجام هو ما يميز ذوات الأحرف عن بعضها البعض. قلنا مثلا الباء نقطة من الأسفل، التاء نقطتين من فوق، الثاء ثلاث نقاط، الجيم نقطة من الأسفل، الحاء بدون نقط، الخاء بنقطة ما. إذن كانت المصاحف في زمن نصر بن عاصم هكذا، منقوطة فقط نقط إعراب وهو نقط أبي الأسود الدؤلي، ومن ثم أضاف إليها نقط الإعجام وهو ما يميز ذوات الأحرف عن بعضها البعض، فأصبحت الآيات في كتاب الله منقوطة هكذا، النون نقطة سوداء في الحرف، الباء نقطة سوداء أسفل الحرف، النون الياء نقطتين من الأسفل، النون الباء، وهكذا حتى نقط جميع
المصحف على هذه الطريقة. إذن أحبائي، نأتي الآن إلى زمن أبي الأسود الدؤلي. كانت المصاحف مكتوبة الآن أحبائي نأتي إلى زمن أبي الأسود الدؤلي. كانت المصاحف لا يوجد بها لا نغط إعراب ولا نغط إعجام ولا غيره بهذه الطريقة. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فماذا فعل أبي الأسود الدؤلي؟ أضاف ما يسمى نغط الإعراب على أواخر الكلمات القرآنية. فالفتحة نقطة حمراء، والضمة نقطة، الفتحة نقطة حمراء فوق الحرف، والضمة نقطة حمراء بين يدي الحرف أو إلى جانب الحرف، والكسرة نقطة حمراء تحت الحرف. إذن هكذا كانت المصاحف في زمنه، فأضاف إليها هذا النقط فأصبحت المصاحف بهذه الطريقة. إذن أحبائي، نأتي الآن إلى زمن إلى المصاحف في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. فنسخت المصاحف في زمن عثمان بن عفان بهذه الطريقة. لا يوجد فرق بينها وبين أبي الأسود الدؤلي، ولكن لابد أن نضيف كلمة في المصاحف، لابد أن نضيف كلمة في المصاحف، أي أن هذه الآيات القرآنية كتبت هكذا في المصاحف، في المصاحف، لأنه سوف نأتي إلى زمن أبو بكر وزمن الرسول فسوف تكون مكتوبة في غير المصاحف. إذن نأتي أحبائي إلى زمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهكذا كانت هذه الآية مكتوبة ولكن في الصحف وليس في المصاحف، كانت مكتوبة في الصحف التي بقيت عند أبو بكر حتى وفاته، ثم انتقلت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى وفاته، ثم انتقلت إلى حفصة بنت عمر رضي الله عنها حتى وفاتها، ثم نسخ منها الصحابي الجليل عثمان بن عفان عدة مصاحف وأرسل بها إلى الأمصار. إذن لابد أن نركز هنا أن هذه الآية نفس الآية الموجودة عند عثمان، ولكن في زمن أبو بكر كانت مكتوبة في الصحف، وفي زمن عثمان بن عفان كانت مكتوبة أو منسوخة في المصاحف. إذن أحبائي، نأتي الآن إلى هذه الآية في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وبها نختم بإذن الله تعالى. إذن كانت هذه الآية مكتوبة هكذا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنها كيف كانت مكتوبة؟ كانت الآيات القرآنية متفرغة مكتوبة على الجلود والأدم والرقاع واللخاف والعسب وجريد النخل وغيره. إذن لو لاحظنا أحبائي الكرام، بين زمن الرسول وزمن أبو بكر أبو الأسود الدؤلي نفس الآية تكررت، نفس الآية تكررت بدون أي اختلاف مطلقا، ولكنها في زمن الرسول كانت متفرقة مبعثرة غير مجموعة في مكان واحد، ثم جاء زمن أبو بكر الصديق فجمعت في مكان واحد وسميت بالصحف، ثم جاء زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه ونسخ منها عدة نسخ في المصاحف التي بعث بها الأنصار، حتى جاء زمن أبي الأسود الدؤلي فوجد هذه الآية بين يديه فأجرى عليها ما يسمى بالنقط الأحمر المدور أو نقط الإعراب الذي اخترعه أبو الأسود الدؤلي. فالآن أحبائي، في هنا طريقتين. الطريقة الأولى أن تأتي بالآية من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وتطلع بها إلى الأعلى، يعني تصاعديا، هكذا كانت في زمن الرسول، ثم زمن أبو بكر، ثم زمن عثمان، ثم زمن أبي الأسود الدؤلي، ثم زمن نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، ثم زمن الخليل بن أحمد الفراهيدي،
ثم علماء الضبط وعلماء التحسينات وعلماء الوقف والابتداء حتى وصلت إلينا بهذا الشكل النهائي الموجود في المصاحف بين يدينا بين أيدينا اليوم. الطريقة الأخرى أحبائي أن تأتي بشكل تنازلي الآية كيف مكتوبة بين يدينا اليوم، ثم تحذف منها العلامات التحسينية وعلامات الوقف والابتداء، ثم تحذف علامات الشكل زي الشد وإشارة المد وعلامة السكون وغيرها التي اخترعها أبو الأسود الدؤلي، التي اخترعها الخليل بن أحمد الفرهيدي، ثم تأتي بعد ذلك إلى زمن نصر بن عاصم ونقط الإعجام، ثم تأتي إلى زمن أبو الأسود الدؤلي ونقط الإعراب، ثم تأتي إلى زمن عثمان بن عفان ونسخ القرآن في المصاحف، ثم تأتي إلى زمن أبو بكر الصديق ونسخ وكتابة القرآن في الصحف، ثم تأتي إلى زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وكتابة القرآن الكريم أو آياته متفرقا على اللخف والعساب والعسب والرقاع وغيرها. إذن أحبائي لو لاحظنا هذه الآية وهذه الموجودة بين أيدينا الآن والآية التي كانت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلاحظ أنها نفس الآية. لو أزلنا عنها كل علامات تعود إلى نفس الآية، مما يدل على أن القرآن الذي بين أيدينا الآن هو نفس القرآن الذي كان موجودا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، مصداقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أحبائي الكرام، أشكر لكم حسن استماعكم، جزاكم الله كل خير، وألقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.